مشاكل الشعر والبشرة بتزيد جدا في فصل الصيف، من البقع للتقشير للكلف، وشعرنا بينشف جدا جدا، بس مش كلنا بنبقى عارفين نعمل ايه. عشان كده انا النهارده معايا خبيرة التجميل رنا السحامي، هتعمل لنا وصفات كتير جدا طبيعية، وهتكلمنا عن نصايح كتير ازاي نرطب شعرنا وبشرتنا في فصل الصيف عشان نستفيد ونرجعهم احلى من الاول. استنونا. ومعايا دلوقتي خبيره التجميل رنا السحامي. ازيك يا رنا؟ ازيك يا شيرين؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. رنا، دلوقتي ناس كتير جدا في فصل الصيف بالذات شعرهم وبشرتهم بتتبهدل جدا، ايه الاخطاء اللي بيعملوها عموما في حياتهم اللي بتخلي ان هي في فتره الصيف البنت تطلع في الشمس وتلاقي طبعا البقع والكلف ومشاكل كتير اللي بتواجهنا؟ بالظبط. بصي، من اكتر الحاجات الشائعه جدا اللي احنا بنعملها في حياتنا صيف او شتاء ان احنا لما بنعطش بنشرب ميه. هو المفروض اصلا ما نوصلش للمرحله دي خالص، المفروض ان الميه على طول على طول الترطيب ده موجود على طول طول اليوم وطول السنه، لان العطش ده مؤشر غلط جدا الجسم بيديه للمخ، يعني بتدي اشارات للمخ بتقول انا عطشان يعني اديني ميه. ده اللي بيسبب بعد كده التجاعيد، وبيسبب ان اي شمس تقابلنا تعمل اضرار في الجسم وتحرق الجلد والحاجات دي. فلازم الترطيب ده يبقى دايما 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 موجود، على الاقل 3 لتر ميه في اليوم قد ما بنقدر، لان ده كده كده بيساعد الناس على انها المناعه بتاعه الجلد تزيد، الدهون اللي في الجسم، يعني حتى لو حد عايز يخس ده بيساعد ان واحد يخس. وطبعا الصيف اكتر فصل نقدر نخس فيه بسرعه، وكمان بيطرد السموم بسرعه من الجسم، بيخلي الوش دايما منور. صح، يعني 3 لتر سوائل عموما في اليوم. سوائل، في بعض السوائل احنا لا بالعكس هي بتعمل العكس معانا، هي بتنشف الجسم وبتمص الميه في الجسم. فعلا زي ايه يعني؟ انت بتشربي سوائل دي بتبقى مش كويسه عشان في حاجات بتضر، يعني المكونات بتاعتها بتبقى موجود فيها الميه، ولكن في مكونات تانية كيماويه لما بتتحط عليها بتكسر تكوين الميه دي، وبالعكس بتقلبه ضد، يعني بتمص الميه اللي في الجسم. زي ايه؟ زي مثلا كل المشروبات الغازيه بانواعها، وده طبعا خطا رهيب. على البحر وعلى البول دايما تلاقي الناس بتشرب الحاجات، طبعا ده الوقت كله في الصيف الناس كلها بتشرب بالليل. يعني بالظبط ده من اكتر الحاجات اللي بتاذي الجسم. وكمان الشاي والقهوه والنسكافيه، دول يعني قدام كل كوبايه شاي او قهوه او نسكافيه لازم تشربي كوبايتين ميه عشان تعوضي الميه اللي هم مصوها من الجسم. طب قولي لي يا رنا، انت النهارده مجهزه لنا حاجات جميله جدا الصراحه، ريحتها حلوه ومغريه، بس دي كلها عشان نقدر نستخدمها على بشرتنا او على شعرنا عشان نقدر نفيد نفسنا. طيب قولي لي بقى، ايه بقى الماسكس اللي ممكن نعملها عشان نفيد بشرتنا؟ اوكي، دلوقتي يا شيرين هوريكي اول ماسك معانا هنا، وهو ماسك رائع لترطيب البشره. هو ماسك زبادي والخيار. احنا دلوقتي بنعالج شويه، بنرطب شويه من البشره، لان الرطوبه لما بتزيد في البشره شويه بتساعدها على انها تتشد سنه، بدل ما هي عيني بتبقى مكرمشه ومحروقه وبتوجع. والماسك ده على فكره مش بيتعمل بس على الوش، الماسك ده كمان بيتعمل على الرقبه والكتاف، لان الكتاف اضعف جزء في الجلد. صح، واكتر اول حته بتقشر. بالظبط، وبتتحرق، يعني بتبقى دايما حتى الاطفال بيبقى حرقهم كتافهم. فالماسك ده لكل الاعمار، ولاد او بنات. تمام. يعني او اطفال كمان، هو عمره ما بيبقى مضر، بما انه طبيعي فاكيد مش هيضر حد. مش هيضر حد. تمام. بصوا، اول حاجه بنجيب الخيار، والخيار بنفرمه عندي، يا اما بنبشره، يعني يا اما بيتفرم في الكبه مثلا بتاعه الاكل، يا اما هو يبقى رفيع قوي كده، يبقى رفيع خالص عشان عشان اقدر اخلطه بالزبادي، عشان كمان ينزل الميه بتاعته نقدر نستفيد بيها. بالظبط. باخد يعني كميه من الخيار قد الماسك اللي انا هعمله، ودايما لما اعمل ماسك ما اسيبوش بقى مثلا يومين واعمل منه تاني، او اسيبه في الثلاجه واطلعه اعمل منه، لا هو اوريدي بيبقى هو خلاص بيبقى، هو ما فيش، هو اي ماسك بنحطه بعد تلت ساعه خلاص بيبقى فقد الفايده بتاعته، لان اي خضار او فاكهه بيتفرموا الفورمه دي بتفقد اصلا الفوائد بتاعتها. عشان كده يقولوا لنا لما تاكلوا سالاد او تاكلوا مثلا فاكهه قطعوها كبيره، كل ما قطعتي صغير كل ما الحديد اتكسر جوه. فعلا ايه ده، انا اول مره في المعلومه دي. بصي دايما في معلومات. تمام. بعد ما بجيب الخيار حطيت كميه منه مناسبه، بجيب كميه تانية من الزبادي، وابقى بس يعني مفضيه الميه بتاعت الزبادي عشان الميه دي بتخلي الماسك يقع. يعني بالظبط. تمام. وببدا اقلب الزبادي ده مع الخيار، واحاول دايما لما استخدم الحاجه بتاعت يعني دايما ما اقلبش بحاجه معدنيه.
دايما الستيكس الخشب دي بتبقى موجوده في ليه يعني انا كان الطبيعي كنت جبت معلقه يعني تمام. في حاجات في بعض الحاجات لما بيبقى فيها حديد زياده بتعمل مع الـ مع التكوين يعني مكونات اكسده بتتاكسد. انا ببدا اقلب الماسك كده جامد لحد ما يبقى زي الكريم عندي وبفرده على البشره بعد ما تكون مغسوله كويس تمام. ولو طبعا متاح الشاش عارفه الشاش بتاع الجروح اللي هو المخرم ده لو متاح بحطه بس بفتح مكان للعين وللمناخير بس لان الشاش برده من اكتر الحاجات اللي بتمص الميه الزايده في الماسك فبتساعد انه يفضل على الوش. مفيش ماسك او مفيش جلد اصلا بيقبل حاجه اكتر من ثلث ساعه يعني اي حاجه بعد الثلث ساعه خلاص انا ببقى كده بتدلع يعني عندي في وقت فراغ. فده اكتر ماسك بيشتغل انه افتر سان بيرطب وفي وقتها بحطه على الرقبه وعلى الكتاف زي ما قلنا وبسيبه بنفس الحاجه بعدين بشطفه. بحاول بقى لما اشطف الماسك اي ماسك بشطفه واشطفه بميه بارده الاول اغسل بميه فتره شويه عشان افتح المسام قوي تمام. بعد كده اشتغل بميه بارده عشان اقفل المسام عشان لو هخرج بعدها الاتربه ما تدخلش بالظبط ما تدخلش الاتربه وتعمل بقى اللي هم البلاك هيدز والحاجات دي تمام. بس يعني السكراب اللي هنعمله دلوقتي ده هو مش بس تقشير لا هو كمان بيقوي الجلد لانه داخله العسل فانا بساعد كده لان الجلد بينعم وبشيل الطبقه الميته وفي نفس الوقت بيستفيد. هنيجي للماسك اللي بعده وهو الماسك بتاع السكراب اللي هو قلنا السكراب الطبيعي بقى بجيب السكر البني. ليه بني ليه مش ابيض؟ بالظبط لسه كنت هقول لك السكر البني اخشن من السكر الابيض وبعدين السكر البني ده فيه فوائد القصب. القصب مفيد جدا جدا. السكر اللي هو الفركتوز بتاع الفاكهه اكتر فاكهه فيها السكر فركتوز بيطلع منها هي القصب معروفه. البنجر السكر بتاعه ابيض بيبقى ناعم جدا وحتى مش بيسكر فده الخشونيه بتاعه السكر دي مبدئيا ان هو اقوى قوي ان يعمل سكراب اقوى فيشيل طبقات اكتر وكمان الفايده بتاعته اكتر لانه مش معدي على مراحل تصنيع اكتر لغايه لما يبقى ابيض فده تقريبا بلونه. وحتى السكر ده السعرات الحراريه بتاعته تقريبا اقل بكتير من الابيض تلت الابيض يعني معلقه من ده يعني يعني مثلا معلقه من الابيض تلت معالق من ده متخيله فرق كبير جدا طبعا فرق كبير قوي. فاحنا بنجيب السكر البني ده موجود خلاص عندنا في كل مكان متوفر متوفر زمان ما كانش موجود دلوقتي بقى موجود وهنجيب العسل. العسل طبعا طبعا لو حد نعرفه مثلا عنده منحل او الحاجات الطبيعيه دي طبعا ده بيفرق جدا وبالذات اللي هو اللي بيبعت لك معاه شمع لان الشمع طول ما هو موجود في العسل طول يعني طول ما موجوده الشمع دي طول ما بيدي فايده كان العسل ده لسه جديد بالظبط فباخد نسبه يعني كويسه كده من العسل بحطه على السكر ده. حاسه هقوم اعمل الماسكات دي كلها دلوقتي كلها تحمسيني حلوه كده تمام وبس مش بحط العسل بس لان ساعات العسل مع السكر بس بيبقى خشن شويه فبحط كوكونات اويل. طبعا كوكونات اويل يعني معروف بفوائده طبعا زيت جوز الهند ده بصي للوش وللشعر وكل حاجه اكتر زيت سوري تقدري تحطيه للشعر ويغذي الشعر ويحميه من غير ما يغمقه كل الزيوت مهم قوي بالنسبه لي عشان كده انا بحبه تمام. فطبعا دي من غير ما يغمق هو الاويل الوحيد لان في اويلز ثانيه بتغمق الشعر بتبقى ثقيله وبتغمق الشعر وببدا اخلطه. انا ليه حطيته الاويل عشان بس يبقى حاجه برده بتطري مع السكراب ميبقاش خشن قوي على الوش تمام. الماسك ده مش بس للوش هو ممكن يتعمل برده طبعا طبعا هيتعمل للرقبه معانا وممكن نعمله للكتاف لو مستحملين لو مش مستحملين وحرقانه بلاش يعني خلينا في بالظبط هو بيبقى في الشكل ده بيبقى ماسك تقيل يعني ماسك تقيل تحسي ان هو يعني لما بيقع كده بيوجع تمام. فده من اقوى الماسكات. احنا برده بنبقى برده البشره بتكون مغسوله كويس جدا بميه فتره المسام متفتحه. وليه ميه فتره؟ عشان الميه الفتره بتساعد شويه على الجلد انه يترك فلما اعمله سكراب يقع. الميه الساقعه لا بتبقى الجلد ناشف فمش لما اعمل سكراب مش بيطلع قوي او مش بشيل الجلد الميت زي ما انا عايزه اشيله. بعد السكراب طبعا السكراب بفضل بعمله بحركات دائريه لغايه لما بحس حاجتين إيه بقى؟ ان الوش سخن واحمر ما تخافوش انا لسه هقول لك انا لو سخن واحمر انا هوقف ثانيه هعيط لا ودي اول ما يسخن ويحمر هنوقف سخن يبقى انا كده وصلت لطبقه الجلد اللي انا عايزاها خلاص انا شلت النتيجه انا عايزاها ولو احمر يبقى انا كده خليت الدوره الدمويه تجري ووشي احمر فيها
دي علامة يعني كويسة جدا ان الماسك طبعا نجح. طبعا بعد ما بغسله بغسله برده بمية ساقعة، ويستحسن طبعا بعد اي سكراب ان انا بجيب تلجة وبمشيها على وشي، او بجيب مية الورد واحطها في القوالب بتاعت التلج في الفريزر واطلع مية ورد متلجة بقى. ايه مية ورد ومتلجة، حلوة الفكرة دي جدا. تحسي بالتعايش. طبعا طبعا. بس انا ملاحظه ميه ورد من الصيدليه مش اللي ممكن نجيبها من السوبر ماركت. بصي اللي في الصيدليه جميله واللي في العطار تحفه طبعا، ولكن في الصيدليه بتبقى اصلا متصنعه عشان البشره، فشويه بيبقى داخلها الزيوت النباتيه. الزيوت النباتيه دي اللي هي بترطب وبتخلي المسام تتقفل، يعني بتملى المسام لان هو زيوت فبتقوي الخلايا دي. تمام. لكن بتاعه العطار بتبقى معموله ان نقدر نحطها في الاكل والشرب ونقدر نحطها على وشنا، على بشرة. فبتبقى زي الميه، بتبقى ما فيهاش اي اويلز خالص. تمام. فدي عشان كده بقول ان ترطيبها اعلى، تبقى احسن للبشره وموجوده. والماركه دي مصري، ويعني تحيا مصر. نشجع صناعة بلدنا طبعا. وقولي لي بقى ايه الماسك الكويس اللي ممكن نعمله لبشرتنا بنستخدم فيه بقى مية الورد؟ بصي هو ماسك، يعني هو مش ماسك قوي، هو حاجة تفضل في شنطتنا على البحر في البيت خارجين. بصي هو حاجة مست دي زي التونر، تونر بس طبيعي. طب هو التونر ده معلش عشان دي حاجة بتلخبط ناس كتير. تمام. بيتحط قبل الميك اب ولا بعد الميك اب؟ انت دلوقتي قلتي انا متصورة من قبل الميك اب، بس انت قلتي ده يبقى في شنطتي. طب انا خارجة اوريدي حاطة الميك اب، انت عارفة التونر انت عارفة ان التونر المفروض كل ساعتين بنرشه، حاطين ميك اب او مش حاطين ميك اب، لان طول الوقت احنا قلنا بالذات الستات بعد ال 30 بشرتها طول ما هي عايشة بتفقد من الكولاجين بتاعها. فده بيقوي الكولاجين عندي وبيسيب البشره مترطبه، بيساعد كمان على ان الميك اب يفضل شكله هيلثي كده، ويفضل شكله فيه الشاين اللي احنا بنحبه في الصيف. لانه شويه في ناس لما بتقعد مثلا، انا منهم على فكره، بيبدا ايه تحت العين الخطوط تظهر، بيدخل فيها الباودر هنا مثلا الخطين دول. ده بقى بيساعد الباودر دي، لما الباودر يعني بتدخل معاه او بتدمج معاه فبتحول لايه، لانه حاجه طريه، حاجه زي كريمي، فما بتبانش، فالخطوط دي ما بتبقاش موجوده. ايش شكل باودر؟ فيفضل ان انت ترشي ميه ورد على وشك، مش ميه بعد الميك اب، بس هنحط عليها المست اللي انت هتقولي عليه عشان خلطه سحريه. بالظبط. تمام. طب هي ايه بقى؟ اول حاجه هنجيب ميه الورد، اوكي، بناخد تقريبا تلتين الكميه ميه ورد. تمام. بحب انا قوي ميه الورد دي، تحسيها حاجه بنيتي. ودلوقتي هنحط الجليسرين. الجليسرين تقريبا باخد منه معلقه واحده عشان بس ما يعملش اللمعه الجامده قوي اللي هي ممكن لو احنا قاعدين على بحر او حاجه فالموضوع يلمع، مش حاسين احنا زيتين كمان. بالظبط. كمان بقى بحط الميه، بحط الميه يعني تقريبا تلت ميه الورد اللي حطيتها في الاول، وبعدين بخلطهم. ودول باخدهم بقى وبحطهم في اي ازازه سبراي عندي او ممكن الازازه السبراي دي تقريبا دلوقتي نقدر نجيبها من عند العطار، متهيألي ممكن نلاقيها عند الاماكن دي او في السوبر ماركت. حلو قوي. تبقى حاجات ترانسبيرنت، بحط جواها بقى بحط جواها الماسك اللي احنا عاملين ميست ده، وكل طول ما انا قاعده ببدا ارش على جسمي كله، فده للجسم وللبشره. حلو. بس ما بجيبش على الشعر، لان الشعر لو جه عليه جليسرين لا هو بينشفه بقى. فعلا متصوره الجليسرين كويس جدا للشعر. لا لا، الجليسرين ينشف الشعر. طب ايه بقى اللي كويس للشعر؟ في طبعا في حاجات كتيره بقى كويسه قوي للشعر. في ان احنا حاجه بنعملها في البيت وممكن ناخدها برده انها ماست برده في ازازه سبراي على البحر برده، او لما نطلع مثلا من البول بنغسل على طول بس شعرنا بسرعه من الملح، من الكلور، او لو من البحر من الملح. بيبقى في دايما دش كده بس نقف نغسله حاجه بسيطه. وببقى عامله في البيت بقى قبل ما اروح ان انا بجيب الجرجير. الجرجير طبعا معروف ان هو بيتقل ويطول وبيعمل كل حاجه. الجرجير بجيبه بغليه وببدا اضربه تقريبا في الخلاط وبصفيه، وباخده برده بحطه في ازازه زي دي. او دي ميه الجرجير المغلي؟ دي ميه الجرجير. بتبقى نازل فيها كل الحديد وكل الزيوت النباتيه اللي بتعمل كفر على الشعرايه. بفضل ارشه بقى على الشعر لو انا بره، ولو انا في البيت وباخد شاور بخلي اخر
حاجه خالص، بشطف بيها الشعر بعد الشامبو، بغسله بميه عاديه بعدين بشطفه بدي. طب ده هيفيد شعري في ايه؟ شعري هيلمع ولا هيتقل ولا هيطرى؟ الجرجير اكتر حاجه بتعمل كفر، بقولك الكفر ده بيحمي من الشمس، بيحمي من التقصيف، بيرطب الشعرايه، بتدي لمعه كده مش موجوده خالص، اللي هو تحسي شعرك وانت بيبي، عارفه واحنا صغننين كان في لمعه كده راحت بقى راحت اللمعة. فده بجد بيرجع. وطبعا لو قدرنا ناكل جرجير ده من اكتر الحاجات بقى اللي بتدخل طبعا الفيتامينات الطبيعيه طبعا بالظبط. ده حاجة فيها زيوت نباتية، عندنا فيه كمان زيوت بس تقيلة شوية، هي طبعا بتسبب غمقان الشعر، يعني خلينا صراحة، لأن في الصيف الناس لما بتحب لما بتاخد تان دايما بتفتح شعرها عشان ما يبقاش الموضوع غامق في غامق، يعني هي بيغمق، ولكن هو مفيد جدا. زيت الخروع طبعا معروف ان الرموش للحواجب للشعر لمنابة الشعر، ده اكتر حاجة بيساعد، ده بقى بيساعد على انه بينشط البصيلة، بيخلي حتى البصيلة اللي وقعت ترجع تنشط وتطلع تاني، فبيتقل جدا. بحطه يعني لانه زيت ثقيل، بحطه قبل الحمام بس وابدا ادلك شعري واغسله على طول، يعني ما اقعدش بيه فتره طويله ومجرد كده قبل الدش. لا لا لا، هو زيت ثقيل وحامي شويه. طيب واخر سؤال بقى، بما انك خبيره تجميل، تنصحي الناس تعمل ايه في الميك اب في الصيف؟ بصي اهم حاجه نخفف قوي من الفاونديشن في الصيف، لانه بيسبب ان المسام بتتقفل مهما كان الفاونديشن خفيف، ولا حتى بيبي كريم ولا بيبي كريم ولا سي سي. البيبي كريم والسي سي كريم نسبه الكريم فيهم اعلى بكتير من الفاونديشن، لان هو كريم وعليه فاونديشن، لكن لما استخدم فاونديشن بس بيبقى الكريم فيه مسحوب. فبستخدم الحاجات، لو هستخدم استخدم حاجات ووتر بيز، وابدا احط الالوان على جولد عشان التان بيليق قوي على الالوان الجولد بقى والالوان الترابيه، ابعد عن الفوشيا وابعد عن البينك بيبقوا شكلهم وحش قوي في الصيف، وابعد كمان عن الخطوط، يعني حاجات الكحل اي لاين، الحاجات دي كلها بتسيح، يعني ما بتبقاش موجوده، ما احطهاش بقى، يعني اصلا ما احطهاش. اعتمد بس بالظبط، اعتمد على الخطوط اللي مش صريحه، وحتى لو سهره تبقى حاجه سموكي يبقى شكلها اشيك بكتير. رنا احنا بجد بنشكرك جدا جدا جدا، اتبسطت جدا معاكي، انا احلى بروجرام عملته في حياتي معاكي يا حبيبتي. انا استفدت جدا جدا من النصايح الجميله دي، ويعني اوعدك اني هجربها وهقول لك نتيجتها معايا ان شاء الله. سيلفي بقى سيلفي سيلفي جرجير كده. جدا جدا يا شيرين قوي، باي باي. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، انا شخصيا استفدت جدا جدا وناوي اجرب كل الوصفات دي، ولو ما لحقتوش اي وصفه فيهم ممكن تدخلوا على البيج بتاعه عسل ابيض على اليوتيوب وتقدروا تشوفوا كل الوصفات دي براحتكم خالص، وتجربوا كل حاجه وتبعتوا لنا كمان رايكم. شوفوا في حلقه جديده من عسل ابيض.